بسم الله الرحمن الرحيم. بهذا الفيديو راح اشرح طريقة رسم ان الديزاين. اول شي راح ارسم two orthogonal lines بهذا الشكل. راح اغير الخصائص تاعونه. راح نلاحظ اول ما عملنا لود لهذا اللاين راح نلاحظ انه الخطوط ما عم تظهر. فراح اروح على البروبرتيز وراح اعمل uncheck. طبعا احنا اغلبيتنا بيكون عندنا هذا checked. بنعمل uncheck لهذا البوكس وبنروح بنغير الفاكتور ل 0.01 او 0.05 وراح يطلع لنا بهذا الشكل. بعد ما ظبطنا هذا البروبرتيز فينا نبلش رسم. اول اشي راح اختار امر سيركل وراح نلاحظ انها الديامتر الها. هلا راح نغير الخط ارسمه 5 ديامتر 5 راح ارسم هلا بوليجون راح اختار له 6 اوجه راح يكون بما انه معطيني المسافه بين الاضلاع راح اعملها سيركم وراح اختار 3 بهذا الشكل. لا 3 يكون المسافة 3 بين الضلعين فرح تكون الراديوس 1.5 اللي هي نصف المسافة. ما بدنا نعمل روتيت، ننسى نعمل روتيت بهذا الشكل. هيك صار جاهز. هلا أول شغلة رح نلاحظ إنه في عندي أوفست لهذا الديزاين بمقدار 3.5. رح أعمل أوفست مقدار 3.5. اوكي عاد فينا نطوله بهذا الشكل. هلا فيني اعمل امر لاين ارسم منه تو سيركل سوري اعمل امر سيركل ارسم منه تو سيركلز 8.5 7.26. السيركل الاولى السيركل الثانية هذا الشكل. هلا راح نلاحظ شيء كتير مهم انه انا في عندي زوايا 1.35 1.52. كيف بدنا نمثلهم؟ رح نرسم خطوط وهمية لها زوايا. شو قيمة هاي الزوايا؟ هيك التالي. هلا احنا عنا اللاين كالتالي. هلا احنا عنا هون 35 وهاي كلها كتوتال 270. لو سمينا الزاوية من المحور الاكس اكسس اكس راح تكون 270 بلس واللي هي بتساوي 305. ومن نقيس عليها الطرف الثاني اللي هو عنا هون محور وعنا زاوية 52. الزاوية كتوتال كم قيمتها؟ 270. لو سميناها واي 270 ناقص 52 واللي بتساوي 218. راح ارجع ارسم لاين 10 بزاوية 218 وراح ارسم كمان لاين 10 بزاوية 218. هلا راح نشبك تو لاينز مع بعض بهذا الشكل وبنعمل الترم لباقي الاجزاء. هلا ضلعنا المرحلة الأخيرة اللي هي لازم نرسم السيركلز على اليمين وعلى الشمال. رح نلاحظ الأولى مقدارها 1 والثانية مقدارها مو موجود لكن هي عبارة عن 1.5. سيركل تانجنت شويديوس رح نحكي له 1 كمان سيركل تي تي آر
وآخر شي رح نعمله أمر الترم. وكخطوة إضافية بنقدر نحط الدايمنشنز لهاي الرسمة. يعطيكم ألف عافية.